الفوركاست بتاعي اداني شويه ارقام، ارقام بايه؟ ارقام باحتياجات السوق، ارقام بايه؟ ارقام بحجم العملاء قدام، ارقام بوضع المنافسين. انا باخد الارقام دي وببدا اعمل لها بروسيسنج، وببدا اعالج الارقام دي عشان يطلع لي الكميه اللي انا المفروض انتجها، او الكميه اللي انا المفروض اوزعها، او الكميه اللي انا المفروض ابدا اتحرك فيها. اذا خطوه واحد هعمل فوركاست، خطوه اثنين هاخد نواتج الفوركاست واعمل بروسيسنج واعمل شويه اجراءات عشان استفيد بالهيستوري اللي طلع لي من الارقام ده. الخطوه الثالثه اللي هنبدا نعملها، هنبدا نعمل لينكج وهنبدا نربط الماركت بليس، احتياجات السوق، بالبرودكشن اكتيفيتي لاينز اللي عندي. انا عايز بقى ابدا احط شويه لينكات وشويه تربيط ما بين الارقام اللي السوق محتاجها والقدره الانتاجيه اللي انا اقدر اوفيها. تقدر تقول ان انا هنا في الخطوه رقم 3 انا هبدا اعمل البروسيس اوف لينكينج او بالانسينج بين الديماند والسبلاي. ما خلي بالك كل اللي فات ده، الخطوتين اللي فاتوا دول قالوا لي معدلات الديماند المطلوبه قد ايه. طيب انا عرفت معدلات الديماند، لازم الكلام ده يطبع وفورا بربط مع البروسيس اوف سبلاي. عرفت احتياجات السوق قد ايه، محتاج ان انا اربط بقى احتياجات السوق وابدا احط خطط تنفيذيه عشان ابدا اعمل عمليه السبلاي. ديماند لوحده مش هعمل بيه حاجه، لا انا عرفت الديماند وبيزد اون ديماند هبدا احط الخطه اوف سبلاين. اذا المرحله الثالثه معانا هي عمليه اللينكج بتوين البرودكشن اللي بيمثل السبلاي والماركت بليس اللي هو بيمثل الديماند. الخطوه الرابعه هبدا بناء على اللينك ده والربط ما بين الفوركاست والبلاننج والبرودكشن والبروكيورمنت، هبدا احدد بالظبط معدلات البروميس اوف ديليفري. هقدر احط ما يسمى بالسكادولينج، حضرتك كمخازن دلوقتي الزملاء بيشتكوا من عدم توفر الكاباسيتي الكافيه في المخازن، فبالتالي عمليه البيع بتتاثر، فبالتالي الكاش بيتاثر. طيب حضرتك ايه على المشكله دي؟ ولو في مشكله في المخازن بسبب عدم توفر الماتيريال او عدم توفر المنتجات هتكون بسبب البرودكشن، في مشكله في البرودكشن ان هو ما موفرش الكميه اللي محتاجها السيلز، فهي المخازن بتكون وسيط ما بين البرودكشن وما بين السيلز. مش فاهم عثمان، ده المشكله الثانيه رجعت للانتاج، ده المخازن بيقول ان انت اللي مش قادر توفر له معدلات التخزين اللي هو طالبها. ما هو انا مش قادر اوفر الحاجات دي لان الفاينانس مش مديني كاش. بس هو الفاينانس هيجيب الكاش منين؟ ما هو لما الباشمهندس وائل يبيع، ما هو باشمهندس وائل ما انت مش عارف تبيع يا باشمهندس. ليه؟ لانه انا معظم التولز او الايكويبمنت الموجوده عندي اللي هي يعني اولد ايتمز، يعني هي ليست متوافيه مع موديل السنه. معظم الموجود في الوير هاوس هي موديلات لما قبل 2017 وما بعد 2017 قليله، ما قبلها كثيره. طب مثلينا، ما ممكن حضرتك تعمل لنا سبلاي وتنفذي عمليه البروكيورمنت عشان نعمل ابجريدنج في البرودكتس الموجوده؟ تقدري توفر لنا خطه مشتريات كامله توفي للفريق البيع المتطلبات بتاعته؟ هلا طبعا انا ما عنديش مشكله اعمل الخطه، بس المهم انه يكون عندي سيوله ماليه كافيه اني اقدر اوفر الطلبات.